بالعافيه. اذا بدي احول لحدا اسوفيني فيه ولا ممنوع؟ ما لو وقفنا نحن على توقفينا اسوفيني. ما بس يعني بعدين في اعملها؟ هو بعدين ما بعرف شو القانون الجديد لانه نزلونا الامام. يعني قد ايه كان؟ قد ايه؟ $50 ايه بس يعني قد ايه كان قبل امي حولت قد ايه تقريبا؟ $100 هلا اليوم. يبدو أن هناك توجهاً لتوقف العمل بآلية مصرف لبنان القاضية بتأمين الدولارات لبعض الفئات ذات الحاجة الماسة للدولار، أي صرافي الفئة ألف، وفق سعر المنصة الإلكترونية. فها هم الصرافون يلوحون بالتوقف عن تحويل الدولارات إلى الخارج، ما يؤدي بالتالي إلى تقلص أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الآلية. كل يوم بقول لي حسب البنك ما يعطيني، هلأ أعطاني رقم 18 شهر الدولارات. قال لي نزل جربي على الدورة قال لي على التليفون كذا مرة من تلفن بمفتح الأبري ما برد على حدا. هي مراسلة من مصرف لبنان إلى نقابة الصرافين يوم الجمعة الماضي بدلت المشهد أمام محلات الصيرفة. فماذا في المراسلة؟ صرافو الفئة ألف تبلغوا رسمياً عبر بريد إلكتروني من مصرف لبنان تخفيض المصرف المركزي قيمة المبالغ التي كان يضخها بموجب آليته الماضية. فبعد أن كان الصرافون يتسلمون مبلغ $20,000 يومياً لتلبية تحويلات المواطنين إلى الخارج، بدت القيمة اليوم تقتصر على $10,000 يومياً لكل صراف. مصادر صرافي الفئة ألف أوضحت لصوت بيروت انترناشنال أن القيمة التي يوفرها حالياً المصرف المركزي لا تغطي حجم الطلب ولا تكفي لتوزيعها على أكبر عدد ممكن من الناس. المصادر استنكرت الآلية الجديدة المعتمدة معتبرة إياها مدخلاً لزوال قطاع الصيرفة، ومنه التضييق على المواطنين خصوصاً الذين يواجهون صعوبات مع مصاريفهم في التحويلات إلى الطلاب في الخارج. لذا حذرت المصادر من أن تكون هذه الخطوة فرصة لفلتان السوق من جديد ولجوء المواطنين إلى السوق السوداء، ما يولد بالتالي ارتفاعاً إضافياً بسعر صرف الليرة مقابل الدولار. صوت بيروت انترناشنال اتصل بنقيب الصرافين محمود مراد. الأخير أكد أن لا قرار حاسماً حالياً بتوقف الصرافين عن إجراء التحويلات إلى الخارج، إلا أن النقابة وبناءً لمراسلة مصرف لبنان تترقب ما ستؤول إليه المشاورات مع المصرف المركزي ومجلس الوزراء.